أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة بعدما توفي زوجها أصبح لديها مشكلة، وهي أنها تريد تعويض أبنائها فقد الأب بأن تكون أبا وأما في آن واحد، فما توجيهكم أثابكم الله؟ صلى الله بعزتي وجلالي وعظمتي، وكمان أن يجبر كسرها وكسر المؤمنين والمؤمنات وكسرنا أجمعين، وأسأله تعالى أن يبارك لها في أولادها وأن يحسن لها الخلف فيما فقدت من زوجها. أوصيها بتقوى الله عز وجل، وثانيا أن تأخذ بالسعة التي وسع الله بها عليها، فلا تحمل نفسها ما لا تطيق. المرأة إذا طلقت وأهمل الزوج الأولاد، أو رملت فمات عنها زوجها ولم تجد أحد أن يقوم على أولادها من قرابتها، عليها أن تستعين بالله عز وجل ولا تحمل نفسها فوق طاقتها. فالمرأة تكون لها حدود والرجل له حدود، فتلتزم بهذه الحدود ولا تحاول أن تتكلف، لأن هذا التكلف يضرها ويحملها ما لا تطيق، وقد تخسر بهذا التكلف أشياء أعظم وأهم من الأشياء التي تفعلها. الأمر الثاني بعد تقوى الله عز وجل وأن لا تكلف نفسها ما لا تطيق، الأمر الثالث عليها أن تثق بالله عز وجل وأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله سيبارك لها في أولادها، وأن الله سيخلفها عن زوجها بأحسن الخلف. ما ابتلي عبد من عباد الله ولا أمة من إماء الله ببلية ولا مصيبة فأنزلها بالله وسأل الله حسن الخلف إلا أحسن الله له الخلف بأفضل مما فقد، خاصة إذا قال الدعاء المأثور: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن الله سيخلفه. ولذلك على كثير من أئمة الإسلام إذا قرأت تراجمهم تجدهم إما يتامى أو نشأوا وهم فقراء فأغناهم الله من واسع فضله، هذا كثير، وهذا يدل على فضل الله. سفيان الثوري أمه أخذته إلى الحرم وأمرته أن يطلب العلم على علماء الحرم المكي، وقالت له كلمته المشهورة لما أراد أن يعمل، قالت: يا بني تفرغ للعلم. فلما ذكر السعي والمال قالت: يا بني أطلب العلم أكفك بمغزلي، رحم الله برحمته الواسعة. فهذا العلم والفقه الذي حازه سفيان رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في ميزان حسنات هذه الأم. وكم من العلماء والأخيار والأئمة من كانوا عوضا من الله على أمهاتهم وذويهم، فلتحسن الظن بالله وتحسن الرجاء في الله، فعند الله خير كثير. ولذلك قال تعالى: واسألوا الله من فضله، فتسأل الله من فضله العظيم. فأوصيها بذلك ولا تحمل نفسها ما لا تطيق، وأسأل الله أن يأجرها على حسن نيتها وصدق رغبتها في تربية أولادها، وهو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.